الرابعة صباحا الثانية بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للتطور المستمر في العلاقات المصرية الفرنسية وزيادة وتيرة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات. وخلال استقباله وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيدة كاترين مورا، أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تقدر جهود أصدقائها في البرلمان الفرنسي للدفع بأطر التعاون الثنائي وتعزيزا لشتى مسارات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا. ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصري مستمر في تقديم أداء قوي خلال هذا العام ليسجل أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجاري 2020. وقالت الوكالة الأمريكية إن الجنيه المصري حقق صعودا بأكثر من 2% أمام الدولار الأمريكي بفعل نجاحات عمليات طرح السندات المقومة بالدولار أو بالجنيه. صوت مجلس الأمن على مشروع قرار بريطاني لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا ب14 صوتا وامتناع روسيا عن التصويت. ورحب مندوب ألمانيا بالقرار مشددا على أداء إدانة التدخل الخارجي في ليبيا. وثمن مندوب تونس التوافق في مجلس الأمن على ضرورة وقف التدخل الخارجي، مؤكدا أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا. من جانبه أرجع مندوب روسيا امتناعه عن التصويت لعدم فهم القرار بشكل واضح. من جانبها أعلنت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن أن واشنطن تجدد الدعوة لانسحاب كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. أعلنت الاستخبارات العراقية إحباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية والمتظاهرين في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى. وأوضح مسؤول عراقي أن القوات اعتقلت المسؤول عن التوجيه والتنفيذ للمجموعة المكلفة بالعملية الإرهابية، مضيفا أن الإرهابي المعتقل هو أحد أبرز قادة تنظيم داعش الإرهابي. أعلن الجيش اللبناني التصدي لطائرة إسرائيلية من دون طيار اخترقت الأجواء اللبنانية فوق بلدة ميس الجبل جنوبي البلاد. وأوضح الجيش اللبناني في بيان أن عناصر الجيش أطلقوا النيران تجاه الطائرة على نحو أجبرها على الانسحاب والخروج من المجال الجوي اللبناني. بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأعرب الوزيران عن قلقهما إزاء أعمال العنف الأخيرة في اليمن، كما أكد بومبيو على دعم بلاده للتسوية السياسية للنزاع اليمني. أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 1310 حالات، مضيفة أنه تم تسجيل 242 حالة وفاة أمس في مقاطعة هوبي مركز تفشي الفيروس. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار، لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على حسن المتابعة.